فضيلة الشيخ، في كتيب عن ابن باز في عملية المصلى ركعتين قبل التشهد الأول والأخير ويسلم ثنائية. إيش؟ المصلى ركعتين عند قبل التشهد الأول والأخير، أما في الثلاثة والأربعيات يسلم بين الجلسة قبل التشهد الأول، ثم يقول يقرا المذكور آنفا مع الصلاة على الرسول. ما معنى الصلاة على الرسول؟ يعني الشيخ ابن باز يرى ان التشهد الاول يضاف اليه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. يرى في الرباعيات، يرى في التشهد الاول في الثلاثيه والرباعيه انه يضيف اليه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. الفرق انه ما يقول اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، ولا يزيد في دعاء على الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا واجب ولا سنه؟ هو يرى انه يضاف الى ذلك، لا ادري هل يرى انه واجب او انه من باب السنه، لكن القول الصحيح عندي انه لا يزيد، وانه يقتصر على قوله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله انه كان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف هذا التشهد حتى كانما هو جالس على الرضف، يعني الحجاره محماه. وهذا الحديث وان كان ضعيفا لكن هو الظاهر، لان الرسول صلى الله عليه وسلم علم ابن مسعود وابن عباس التشهد ولم يكن فيه صلاه على الرسول، فمن زادها فلا حرج ومن لم يزدها فلا حرج. ما يقول ذلك الآن المسألة فيها قولان للعلماء، قول اللي اختاره الشيخ عبد العزيز، وقول آخر أنه يقتصر على قوله أشهد أن محمد عبده ورسوله وهذا هو الراجح عندي. وعلى هذا نحن الآن نؤم الناس بهذا، ما نزيد على قوله أشهد أن محمد عبده ورسوله. الله خير. نعم.